لله عز وجل وميتك ترفع الظلم عن نفسك. حاله أشبه بالموت السريري، هكذا وصف أطباء حال الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 139 يوما تجاهلت فيها إسرائيل إضرابه لأكثر من 120 يوما وأبقته في سجن الرملة. أبو هواش بات في غيبوبة لا يستيقظ منها إلا لبضع دقائق. عائلته ومؤسسات شؤون الأسرى اتهمت إسرائيل بالسعي إلى قتله. بعد مرور ما يقارب الخمسة شهور على إضرابه المفتوح عن الطعام، يعني لا أريد، ليس هناك مساحة للاجتهاد، ولكن ما يقوله الأطباء الإسرائيليون أنه ممكن أن يفقد حياته في أي لحظة، وبالتالي صار حساب الزمن ليس بالأيام ولا بالساعات وإنما باللحظات. تحيتنا عالية. التظاهرات انطلقت في رام الله والخليل وبالقرب من المشفى الذي يركض فيه. الأصوات تعالت بضرورة التدخل الدولي لإنقاذ حياته وسط مخاوف من إقدام إسرائيل على تغذيته قسراً. ما يقوم به الاحتلال إجرام كبير، ونحن الآن بحاجة إلى هبة شعبية واسعة، ليس فقط لإنقاذ أبو هواش الذي حياته تعتمد علينا الآن وعلى ما نقوم به، ولكن لإسقاط وإنهاء كل مبدأ الاعتقال الإداري الإجرامي العنصري ضد الشعب الفلسطيني. الأسرى في سجون الاحتلال الذين بدأوا بخطوات احتجاجية ضد الاعتقال الإداري من خلال مقاطعة محاكم الاحتلال هددوا بمعركة ضد مصلحة السجون في حال استشهاد أبو هواش. نحن نحمل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة هشام، ونعتقد أن هناك تداعيات كبرى إذا ما حصل مكروه لهشام، لأن الكل يؤكد والمؤسسات الحقوقية تؤكد والواقع يؤكد أن ما يجري هو قرار بالإعدام المباشر. حركة الجهاد الإسلامي وفي بيان لها أعلنت أنها لن تسكت على وضع أبو هواش، معتبرة أن استهدافه يعد استهدافا للحركة. إسرائيل تتعمد تجاهل قضية الأسير هشام أبو هواش في محاولة لكسر إرادة الأسرى في سجونها وإحباط معركتهم ضد الاعتقال الإداري. نسر سلمي من أمام معسكر بيت إيلي الاحتلالي شمال مدينة رام الله، الميادين.